من بعد انفجار الأشرفية أكيد الوضع الاقتصادي راح يروح لأسوأ بظل استمرار الأزمة السياسية. منلاحظ أنه المؤشرات كلها عم بتدل نحو السلبية بما يدفع اللبنانيين إلى مزيد من المخاوف على الوضع الاقتصادي بآخر فصل من السنة. سمعنا هالأيام أنه مقهى ملهى البودابار أقفل أبوابه، من كم يوم كمان طلعت شائعة أقفل أوتيل المتروبوليتان. أكيد الشائعات عم تسري بشكل سريع بهذا الجو يلي فيه مخاوف وقلق كبيرة جدا، ولأنه اللبنانيين ما عم بيستغربوا بهذا الجو أنه يكون في مؤسسات عم تقفل أبوابها. كمان بنلاحظ على خط الهيئات الاقتصادية والحكومة العلاقات متشنجة. الاجتماع اللي كان متوقع عقده من أجل عقد طاولة حوار اجتماعي واقتصادي تأجلت لكانون الأول. هذه كلها بتدل على مؤشرات أن الوضع الاقتصادي لن يكون بخير، بينما نحن كنا نتأمل أنه هذا الفصل الأخير يصير فيه شوية حركة وانتعاش لنقدر نعود كل السنة النمو يلي نحن كنا موعودين فيه وما قدرنا حققناه. نتأمل أنه شوية رواقة بالخطاب السياسي ترجع شوية تعيد الأمل للنفوس، نقدر نقطع هالمرحلة بأقل خسائر ممكنة.